ايمن، برحب بيك في البدايه وببارك لك على حاجتين، طبعا فوز النهارده وعلى ادائك خلال الفترات السابقه مع النادي الاهلي منذ قدومك وعودتك لصفوفه في النادي الاهلي. طبعا مبروك على الفوز الاول. طبعا الحمد لله 3 بونت طبعا مهمين النهارده، بيخلونا ننفرد بالصداره، ويمكن الفتره اللي فاتت كانت صعبه بالنسبه لنا، لكن والماتشات كانت الماتشات كانت كلها ملتحمه ببعض، لكن الحمد لله على 3 بونت النهارده، وان شاء الله الماتشات اللي جايه نبقى كويسين ان شاء الله. ايمن، عايز اتكلم على ادائك، يمكن جاي خلال الفترات السابقه، هل ده دافع ان شاء الله بالنسبه لك ان انت تعود لصفوف منتخب مصر، وهل في اي مكالمات حصلت ما بينك وبين الجهاز؟ والله طبعا يمكن ديت طبعا من الاهداف بتاعتي ان انا ابقى موجود معاهم في كاس العالم، شرف لاي لاعب ان هو يلعب كاس عالم، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى خير يعني ان شاء الله. بتلعب في مركز مش مركزك الاساسي، مركز المساك، في صعوبات بالنسبه لك رغم ان انت ما شاء الله بتادي بشكل جيد جدا؟ والله يمكن ثقه كابتن حسام اللي بيديهاني بتسهل الامور، ثقه كابتن حسام والجهاز الفني طبعا بتسهل الامور بالنسبه لي، ان هم عندهم ثقه فيا، فالحمد لله يعني الواحد عنده ثقه في نفسه، وان شاء الله الواحد يأدي ان شاء الله الفترات الجايه باذن الله. رؤيتك للمرحله المقبله وشكل المنافسه على بطوله الدوري؟ طبعا لسه بطوله الدوري، لسه الدور الثاني كله، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم باذن الله، ونقدر نحقق كل 3 بونت كل ماتش ان شاء الله.